أهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. هنبدأ مع حضراتكم أول فقراتنا، فقرة الأخبار. بداية هنتكلم عن مشاركة المواطنين في الاحتفال بذكرى ثورة 30 من يونيو. هنروح نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية. أجواء من البهجة احتفالا بذكرى ثورة 30 من يونيو شهدتها المولات التجارية والمطاعم والكيانات المشاركة في مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي أطلقتها وزارة الداخلية لتوفير تخفيضات للمواطنين خلال هذا اليوم، مشاركة منها الاحتفالات بهذه الذكرى الوطنية. ستة يوم جميل جدا، ومبادرة كلنا واحد عاملين هنا بصومات حلوة جدا. تقريبا ثلاث سنة على التوالي ان احنا نيجي المولات ونلاقيهم عاملين ديسكاونت كبير قوي. نشكر مبادرة كلنا واحد، مبادرة حلوة جدا بصراحة، انا بستناها من السنة للسنة. شكرا للرئيس على المبادرة 30/6 لانها بتبقى مخفضة الاسعار اكتر. يوم جميل، وبنشكر سيادة الرئيس على الخصومات وعلى العروض، ودايما مصر بخير يا رب بإذن الله. الحقيقة أنا شايف كل المحلات هنا في جميع المولات أو أغلب المولات في جميع محافظات الجمهورية بتقدم تخفيضات جميلة جدا جدا، بتجذب من خلالها المواطنين المصريين، عشان مش بس كمان إن هم ينزلوا لكن كمان يحتفلوا بهذه الذكرى اللي إحنا بنفتخر بيها وإن شاء الله هنعيشها سنين وسنين، يعني فخورين بمصرنا الحبيبة وبالقيادة الحكيمة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. 69 مولا تجاريا و348 كيانا ما بين سلسلة تجارية ومطاعم ومحال ودور عرض سينمائي وملاهي ومستشفيات ومراكز للأشعة والتحاليل، بإجمالي 3315 فرعا على مستوى الجمهورية مشاركة في المبادرة خلال هذا اليوم بتقديم تخفيضات وخصومات خاصة على منتجاتها وخدماتها. أنا نزلت النهاردة لقيت عروض كويسة بخصومات كويسة بمناسبة 30/6، وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الداخلية. 30/6 بالنسبة لي طبعا ذكرى حلوة جدا، لأن الشعب كله طبعا بيفتكر يوم الثورة، فلما بننزل البازارات بنلاقي كل الناس حاملة خصومات جامدة قوي. مصر عليها العين وولادها الغالين، من يومهم واقفين للي بيعادي مصر، هنا بلد الجدعان وما فيش بينا جبان، في الشدة بيبان بنزل اشتري احتياجاتي في اليوم ده، وبيبقى فيه اكتر من حاجه بقدر اجيبها، بيبقى فيه خصومات كتيره في الاماكن والمحلات. اقبال كبير من المواطنين على الكيانات المشاركه في المبادره وسط مظاهر احتفاليه وتسابق الجميع لتقديم التهنئه بهذه الذكرى الغاليه، والشكر لوزاره الداخليه على هذه المبادره التي تعكس حرص الوزاره على دعم المواطنين ومشاركتهم لاحتفالات الوطنيه بشكل مميز ذو بعد اجتماعي. النهارده يوم سعيد على المصريين كلهم، لان دي نقله في حياه المصريين كلها. كل سنه وكل مصر طيبه، كل سنه وحضرتك يا ريس طيب. نزلنا النهارده في احتفاليه 30/6 وكان في تخفيضات في المولات كويسه جدا، وبنشكر سياده الرئيس على الاحتفاليه العظيمه دي. يوم كامل من العروض والتخفيضات الخاصه على المنتجات والخدمات المتنوعه، استمتع معها المواطنين بالأجواء الاحتفالية واستفادوا من التخفيضات المتنوعة. إطلاق هذه النسخة المميزة من مبادرة كلنا واحد خلال احتفالات 30 من يونيو إنما هو تأكيد على الدور الاجتماعي والإنساني لوزارة الداخلية الداعم للمواطنين، والحريص على مشاركتهم إحياء المناسبات الوطنية بشكل يسهم في تخفيف الأعباء عنهم ويرسم الفرحة على وجوههم. برحب بحضراتكم جديد، ناخد مع بعض الخبر اللي بعده. الخبر بيقول عامل الحكم الأسود، جرائم لا تنسى للجماعات الإرهابية، تدمير مؤسسات الدولة وحصار المحكمة الدستورية وأحداث الاتحادية والأعمال الإرهابية الكتيرة، وشفنا كمان لأول مرة حصار الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وشفنا جرائم كتيرة وضرب أكمنة، شفنا سنة كانت صعبة جدا، ودايما ليها وصف العام الأسود أو العام المر.
عشان نعرف تفاصيل أكتر حول هذا الخبر، وعشان خاطر إحنا كمان بنحتفل بمرور 11 سنة على الثورة العظيمة اللي الشعب المصري قال فيها كلمته. معنا عبر الهاتف دكتور سعيد الزغبي، دكتور للعلوم علوم السياسية جامعة قناة السويس. صباح الخير دكتور. صباح الخير أستاذ مايكل، صباح الخير أستاذة نرمين، وصباح الخير على مشاهدينكم الكرام يا فندم. منورنا يا فندم. أهلا بيك يا فندم، منورنا. أهلا بحضرتك. في البداية يا فندم عايزين نعرف ونقول للناس ونقول للشعب، طبعا في ناس عصرت الأحداث دي طبعا، وفي أطفال صغيرين ما كانوش موجودين أصلا. بنتكلم عن ثورة التصحيح، بنتكلم عن الثورة العظيمة، بنتكلم عن درس كتبه المصريين بحروف من ذهب، درس العالم كله بيتعلم منه، وهي ثورة 30 يوليو. أهلا بحضرتك مرة تانية، وعايزين نقول فعلا زي ما التقرير قال وزي ما حضرتك قلت حضرتك، يعني عام اسود، عام يعني بعيد تماما عن اي انجازات. ما هي الانجازات التي حققتها هذه الجماعه الارهابيه؟ عايز اقول لحضرتك انت زي ما انت بتقول استاذ مايكل ان العالم كله شهد هذا الاصلاح الكبير. يعني احنا كان عندنا، يعني هضرب لحضرتك مثال كده، احنا كان عندنا معدل البطاله في هذا العام وصل ل 13%، وده طبعا يعني الشعب كله، اي دوله واي مواطن في اي دوله يعني بيريد العمل ويريد ان هو يشتغل ويكون في مصانع ويكون في استثمارات. صحيح. احنا وصلنا 13% بعد 11 سنه من هذه الثوره العظيمه. احنا وصلنا دلوقتي على حسب تقارير، لسه التقرير صادر اول الشهر اللي فات في شهر مايو من مركز دعم واتخاذ القرار، وصلنا ل 6.9%. عايز اقول لحضرتك ان 6.9% دول مش حقيقي، مش هياتوا بفراغ. اي دوله يا استاذ مايكل عشان تنزل بس 1% من معدل البطاله بتقعد سنين وسنوات. صحيح. احنا في 11 سنه فقط نزلناها ل 6.9% نتيجه للاستثمارات. احنا عشنا فعلا عام اسود، عام مليء بالبطاله، عام مليء بعدم الانجازات، عام مليء بعدم وجود سياسه خارجيه. يعني خلي بالك احنا ايه وجودنا في السياسه الخارجيه دي لمده عام؟ اعتقد ان احنا كنا منعزلين تماما عن المجتمع الدولي. اعتقد ان احنا ما كانش فيه الخدمات اللي موجوده دلوقتي. شوف حضرتك منظومه الطرق والكباري، 2 تريليون جنيه مصري مصروفه في منظومه الطرق والكباري، وده طبعا لخدمه المواطن. شوف حضرتك دلوقتي المواطن بيروح الشغل بتاعه بمنتهى السهوله، الطرق ممهده، حتى طرق السفر وطرق اللي علشان اصدر فيها المواد والمنتجات بتاعتي. لو تفتكر معايا ازمه انقطاع البنزين اللي كانت موجوده في ذلك الوقت، لو تفتكر معايا عدم وجود الاستقرار والامن يا استاذ مايكل. احنا يعني انا علشان انتقل من محافظه لمحافظه، احنا ما كناش بننتقل في خلال هذا العام. قطاع الطرق واللي موجودين على الطرق واللي موجودين في بيسرقوا السيارات، لو تفتكر حضرتك والاطفال زي ما انت بتقول، احنا عايزين نقول لهم ان احنا كنا في هذا العام عربياتنا بتسرق منا. صحيح. دلوقتي احنا دلوقتي تعالي يا استاذه نرمين نفتكر كده كلمه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو بيقول لك الاستقرار والامن هو الشيء الوحيد والشيء الاساسي اللي لابد ان يكون موجود في مصر، وهو كلمه وبخصوص الاستقرار والامن يا دكتور. يعني طبعا الى جانب كل النقاط اللي حضرتك ذكرتها، كان في دور كبير جدا للجيش والشرطه في التكاتف ان هم يقضوا على الارهاب والوقوف امام الجماعه الارهابيه. يعني حضرتك زي ما حضرتك ذكرت قطاع الطرق والبيوت وكل يعني البلد كلها كانت غير امنه تماما، استعاده الامن والامان يا دكتور. فاكره حضرتك لما كنا، وعايزين نفكر برضو اطفالنا، لان اطفالنا دول هم جيل النشء اللي هيمسكوا القيادات بعد كده. ان هذا العام الاسود كنا قاعدين في بيوتنا محبوسين بالفعل، كنا بنخرج علشان الشغل بتاعنا واحنا خايفين ومتوترين. الجيش طبعا اعاد استقرار امن وامان الدوله المصريه، وعايز اقول لحضرتك ان في اي محفل سواء اذا كان خارجي او داخلي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتكلم عن حاجه مهمه جدا، الا وهي الاستقرار بالنسبه للدوله. عايز اقول لحضرتك ان ده كلمه السر من حيث جذب المستثمر الاجنبي. تخيل انت معاكي فلوس وعايزه تستثمري في دوله، هتروحي تستثمري في الدول الجوار اللي فيها المشاكل اللي احنا شايفينها. عندنا مشاكل في السودان، وعندنا ازمات في دوله ليبيا، وعندنا مشكله كبيره وازمه عنيفه في قطاع غزة، عندنا في العراق في مشاكل، عندنا في لبنان
في مشاكل. انت لو مستثمر اجنبي من اوروبا، ولذلك لاحظ امبارح واول امبارح كان مؤتمر الاستثمار الاوروبي المصري، حضرتك ضخ مليارات من الدولارات في الاستثمار في مصر. اذا كلمه الاستقرار التي اعاد اليها الجيش مره اخرى. انا عايز احكي لكم بس مثال، لما حصل بعد هذا العام الاسود والعام المر اللي احنا مرينا به، كان في حاجة اسمها ثينك تانك موجودة عند باراك أوباما في ذلك الوقت في 2013، وكانت مادلين أولبرايت. مادلين أولبرايت اللي هي كانت وزيرة الخارجية وأكيد كلنا عارفينها، كانت سأل أوباما سأل سؤال: ماذا يحدث في مصر؟ إيه اللي بيحصل في مصر؟ مادلين أولبرايت بدأت تعمل سيرش، لقيت إن السيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واخد أو عامل ورقة بحثية في كلية الدفاع الوطني الـNCD اللي موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، عمل بحث عن مستقبل الديمقراطيات في دول العالم الثالث. قالت استحالة ان الراجل ده يأتي الا بإرادة الشعب، واحد بيعمل ورقة بحثية عن الديمقراطيات ونشر الديمقراطيات ونشر الأمن والاستقرار في الدول، يبقى اكيد ده جاي بإرادة الشعب. صحيح. والشعب هو اللي اختاره. احنا فعلا عشنا هذا العام الأسود، عشنا وده يخليني يا دكتور أسأل حضرتك، يعني خلاص جت ثورة 30 يونيو بعد ما سرقت ثورة 25 يناير، وطبعا يعني شفنا المصريين كتبوا بحروف من ذهب للعالم كله، ويأتي الإصلاح الاقتصادي برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبقى التحديات الاقتصادية العالمية، وأيضا يعني تصليح 30 أو 40 سنة مضت، وطبعا ملفات كثيرة: الإرهاب والصناعة والطاقة والتعليم والصحة. حضرتك شايف الإصلاح الاقتصادي في 11 سنة، حضرتك شايفها إزاي؟ شوف أستاذ مايكل، احنا عايزين نقول برضو العملية الكبرى اللي احنا قاضينا فيها على الإرهاب في 2018 في سيناء، وبدأنا ان احنا نعمر سيناء، وبدأنا ان احنا نستثمر في سيناء. احنا دلوقتي عندنا يا أستاذ مايكل ميزة تنافسية في كل محافظة من محافظات جمهورية مصر. يعني ايه ميزة تنافسية؟ اللي انت حضرتك بتقول عليها الإصلاح الاقتصادي اللي بدأه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2015. بدأنا نشوف كل ميزة، محافظة بورسعيد فيها ايه ميزة ممكن يميزها عن محافظات، وبدأنا نستثمر المنطقة الاقتصادية في محور قناة السويس، اكبر ميناء، واللي مش قالت عليه كده ده اللي قالت عليه مواني سنغافورة. صحيح. اكبر ثاني ميناء في العالم ميناء بورسعيد، وميناء بورسعيد واستقباله للحاويات واستقباله للسفن عميقة العميقة اللي موجودة في معبر قناة السويس وحفر قناة السويس الثاني، جعلنا ان احنا نكون ثاني ميناء على مستوى العالم من حيث الدعم اللوجستي. ومش الكلام ده اللي احنا بنقوله، ده منظمات دولية ومواني سنغافورة. مواني سنغافورة اللي هي اكبر مواني في العالم من خلال الدعم اللوجستي، او اللي بتقدم الدعم اللوجستي. احنا عندنا الدعم الاقتصادي فعلا، عندنا الاصلاح الاقتصادي. احنا عملنا لحتى الان بعشرة تريليون جنيه مصري بناء تحتية، وهنا حط خطين ثلاثة أستاذ مايكل تحت كلمة بناء وليست بنية. عملنا طرق وكباري، وعملنا منظومة طرق كبيرة جدا. المنظومة دي يا أستاذ مايكل حضرتك بتوفر على المستثمر الأجنبي لما أجي أن أنا أستثمر في المنطقة دي، وأبدأ أن أعمل بناء تحتية زي توصيل كهرباء، زي توصيل كابلات للإنترنت، زي تمهيد طرق علشان أنقل مستلزمات الإنتاج بتاعتي، أو أنتج أو أنقل المنتج النهائي إلى المواني بتاعتي عشان أصدر، هيقلل من تكلفة المنتج. بدل ما أبيع المنتج للمواطن المصري، المواطن اللي صاحب الدولة بعشرة جنيه، لأ أنا هبيعه بأقل من عشرة. لو ما كانتش الدولة عملت هذه البنى التحتية، السعر السلعة اللي أنا اللي احنا بننتجها بدل ما تكون يمكن يا دكتور يمكن يا دكتور الحديث عن الاصلاح الاقتصادي ده اعتقد محتاج وقت طويل، محتاج طبعًا حلقات طبعًا يعني، ولكن طبعًا مزيد من النجاح والتقدم، وتبقى مصر الدوله القويه الابيه. بشكرك جدا دكتور سعيد الزغبي، دكتور العلوم السياسيه جامعه قناه السويس. مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم فقره الاخبار، لكن بعد الفاصل. على مدار السنين كانت مصر بتعاني من عدم قدرتها على تحقيق معدلات النمو اللي تكفي احتياجاتها وتعوض الزيادة السكانية المتسارعة، ونتيجة الاضطرابات السياسية في 2011 و2013 تعطلت المسيرة المصرية، ووصل حجم الخسائر ل 450 مليار دولار، وانخفض الاحتياطي النقدي من 36 مليار دولار في يناير 2011
ل 13 مليار دولار في 2013، ووصل بين الموازنة العامة للدولة في 2014 ل 2.1 تريليون جنيه، وهو ضعف ما كان عليه في 2010. وصلت فاتورة الاستيراد لحوالي 0.5 تريليون جنيه. العوامل دي كلها كان لازم لها طريق مختلف وأفكار مبتكرة. وإحنا موجودين عشان نفضل نشتغل. وفي 2014 الدفة اتغيرت وبدأت حركة التنمية في كل شبر في أرض مصر. وأول حاجة اشتغلت عليها البلد كانت السيطرة على الاضطرابات الأمنية ومواجهة الإرهاب. كنا بنقول احنا عندنا استعداد نعيش 10 سنين من اكل بدون اكل ومدور شرب بس يبقى في امان. ومن بعدها اشتغلنا على الاصلاح الاقتصادي لجذب المستثمرين الاجانب والمصريين عشان نبني البلد من تاني. وفورا وضعنا خطه اصلاح اقتصادي شامل بدات بتغيير في السياسه النقديه للبنك المركزي من خلال وجود مرونه في سعر الصرف وخضوع الجنيه لقوانين العرض والطلب، بدل ما كان بيتسعر بأعلى من قيمته، فكان بيقضي على أي أمل لأي صانع مصري إنه يشتغل ويصدر. وفي نفس الوقت برنامج الإصلاح الاقتصادي شمل أيضاً تغيرات في السياسات المالية ظهرت في سعي الحكومة للسيطرة على عجز الموازنة من خلال إعادة هيكلة الدعم وإعادة توزيع بنود الميزانية عشان خدمات الحكومة توصل لمستحقيها الحقيقيين. وبالتوازي اشتغلت البلد على تطوير الهيكل الإداري وقوانين الاستثمار عشان تكون جاذبة لرؤوس الأموال. فظهرت قوانين لحماية المنافسة وتسهيل إجراءات تأسيس أي شركة في مصر. فبدل ما كان تأسيس شركة بيستلزم 10 إجراءات وحوالي 20 يوم، بعد القوانين والقرارات الجديدة بقى يقدر أي مواطن إنه يفتح شركة في خلال يوم واحد بإجراءين بس. ده غير الحوافز والإعفاءات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإنشاء وتطوير مراكز لخدمات المستثمرين. أما على الأرض، مصر ابتدت في عشرات المشروعات القومية في كل المجالات. كل المشاريع دي ساهمت في تحريك عجلة الاقتصاد من تاني وتعزيز دور القطاع الخاص في البلد. وده انعكس في ارتفاع الاحتياطي النقدي لرقم تاريخي وهو 45 مليار دولار، وانخفاض التضخم من أكثر من 33% لحد ما وصل في 2019 لأقل من 4%. واحد من أهم عوامل نجاحنا كانت المعجزة اللي حققناها في قطاع السياحة بعد ما استعدناه من بعد سنين انهيار بسبب الفوضى اللي مرت علينا. وبعد ما انهارت إيرادات القطاع في 2011 بنسبة 30% ما سكتناش، وفي خلال 9 سنين وصل حجم الاستثمارات في قطاع السياحة والأثار ل 65.15 مليار جنيه. انتشار وباء كورونا في نهاية 2019 خلى العالم كله يقعد في البيت، المصانع وقفت والإنتاج اتعطل، ونتيجة لده تعرض الاقتصاد العالمي لانكماش وخسائر وصلت ل 8 تريليون دولار، فأسوأ أزمة شهدها العالم من أيام الكساد العظيم. وحتى بعدها لما الحياة بدأت ترجع من تاني ظهرت مضاعفات للأزمة. بعد ما وصل الطلب على المنتجات لأقصى درجة فحصلت أزمة في سلاسل الإمداد والتوريد ضربت العالم كله. دخلنا في أزمة تانية، الحرب الروسية الأوكرانية، واللي ضعفت من أزمة سلاسل الإمداد، وفوقها عملت أزمة طاقة بعد ما ارتفعت أسعارها بنسبة وصلت ل20%، والنتيجة كانت موجات تضخم اجتاحت دول العالم بالكامل. وبسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة فاتورة الاستيراد المصرية تضاعفت في وقت قليل، بس احنا كنا مستعدين. البنك المركزي اتخذ سياسات نقدية مشددة برفع سعر الفايدة لمواجهة التضخم، والمالية زودت مخصصات الحماية الاجتماعية وزودت الأجور والمعاشات عشان تساعد المواطن على تخطي الأزمة. وكملنا في طريق جذب الاستثمارات بقوانين زي الرخصة الذهبية، وعملنا المؤتمر الاقتصادي، ومن مايو 2022 قمنا بكتير من الإجراءات لتهيئة مناخ الأعمال من خلال عدة مسارات زي وثيقة سياسة ملكية الدولة وإطلاق منصة إلكترونية تابعة لمجلس الوزراء لتسهيل حل مشكلات المستثمرين. كذلك قمنا بإنشاء صندوق مصر الفرع للطروحات واللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وتوطين منظومة النافذة الواحدة في الموانئ الجمركية وتعليق الضريبة العقارية لمدة 3 سنين ل 19 قطاع صناعي ومبادرة دعم القطاعات الزراعية والصناعية بفايدة ميسرة 11%. وفي 2022 البلد حققت أعلى زيادة في معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في 10 سنين
بإجمالي وصل ل 10 مليار دولار، بزيادة ضعف تقريباً عن 2014. وعلى مدار السنين دخل مصر صافي استثمارات وصل ل 63 مليار دولار. محدش استنى إنجاز يسلم التاني، بالعكس مصر اتحركت في كل المحاور في نفس الوقت، لأنها أمنت إن الحكاية مش حكاية مباني ومصانع، الحكاية في الأساس حكاية وطن. أهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، لسه مكملين معاكم فقرة الأخبار. انطلقت فعاليات الملتقى السادس للاقتصاد الأخضر، ويتم عقده هذا العام تحت شعار نحو مستقبل مستدام، معا نقود مسيرة الاقتصاد الأخضر. تقام الدورة السادسة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والخطوات الجادة والطموحة للحكومة. التوجه لدعم وإحداث تنمية مستدامة في جميع القطاعات بهدف دعم إنجازات استراتيجية مصر 2025. احنا لتفاصيل اكتر عن المؤتمر وايه هو الاقتصاد الاخضر هيكون معانا على الهاتف دكتوره ريم عصام بدير، مدرس الاقتصاد بكليه التجاره جامعه القاهره. صباح الخير يا دكتور. اهلا، صباح الخير يا نرمين، وصباح الخير على الساده المشاهدين. صباح الخير يا دكتوره، دايما منورانا في صباح مين. اهلا يا مايكل، صباح الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين ومصر كلها. دكتور، بداية كده عايزة حضرتك تدينا فكرة عن المؤتمر وأهم المحاور اللي هتتم مناقشتها. أكيد يا نرمين، زي ما حضرتك قلتي في المقدمة، الملتقى السادس للاقتصاد الأخضر فرصة مهمة لتسليط الضوء على قطاعات الاستثمار الأخضر الواعدة في جمهورية مصر العربية، وتقديم حلول تمويل مبتكرة لتلبية احتياجات المستثمرين الخضراء. النسخة من الحقيقة نسخة ضمن المؤتمر هتعتبر الهدف الأساسي منها هي بناء جسر للتواصل بين مختلف الأطراف المعنية بالاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، من صانع القرار والمستثمرين والمجتمع المدني والأكاديميين والمنظمات الدولية المعنية. الحقيقة هيتم عرض خطط واستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر من منظور المستثمر، بالإضافة إلى استعراض مقومات مناخ الاستثمار الأمثل والجاذب للاستثمار الأخضر في مصر، وهيتم مناقشة أدوات التمويل الميسر المنخفضة التكلفة لمشروعات القطاع الخاص لتشجيعها على الاستدامة والدخول في مشروعات خضراء. صحيح. والحقيقة هيضم الملتقى برنامج أو مجموعة من البرامج والجلسات النقاشية وخبراء للحديث عن توطين المشروعات الخضراء وتسليط الضوء على قطاعات الاستثمار الأخضر الواعدة وتقديم حلول تمويل مبتكرة لتلبية احتياجات المستثمرين القائمة على التمويل الأخضر. صحيح. دكتورة، خلينا نبسط الموضوع أكتر ونقول للناس ما هو الاقتصاد في الاقتصاد الأخضر، وخلينا نقول كمان يعني الفترة الأخيرة العالم كله مش دول بعينها بدأت تتجه نحو عالم أكثر إخضراراً. فعلا يا مايكل، زي ما حضرتك قلت، العالم كله بيتجه نحو اقتصاد اخضر. لازم نبسط المفهوم للساده المشاهدين. الحقيقه الاقتصاد الاخضر بيرتكز على اساس المحافظه على البيئه وتخفيض نسبه استخدام الوقود الاحفوري الضار بالبيئه في كافه المشروعات بمدخلاتها ومخرجاتها. يعني احنا هنخفض الانبعاثات الضاره وانبعاثات ثاني اكسيد الكربون، كربون دايكسايد، في المشروعات، وهتكون مكوناتها خضراء نظيفه. ده بيكون من خلال وبنمنح العديد من الامتيازات والتسهيلات، زي مثلا خفض نسبه الضرائب والقروض الميسره والمنح من قبل كافه المؤسسات العالميه والمحليه، زي البنك الدولي والمنظمات المهتمه بالمناخ وغيرها من كبرى المؤسسات في العالم، لما يكون مشروعك اخضر ومدخلاتك خضراء ومخرجاتك خضراء. ده هيسهل عليك الحصول على الامتيازات بقى، التماشي مع الاستراتيجية اللي العالم كله بيقوم عليها، وأكيد مصر بتتبناها وبتحرص على الدخول في الإطار أو في الاقتصاد الأخضر على مستوى العالم. وهينشأ مفاهيم جديدة بقى، زي مثلا العمارة الخضراء. يعني احنا لما هنبني مشروعاتنا هتكون مبنية على أساس أخضر وما يتسق مع قواعد البناء الخضراء واستخدام مواد بناء طبيعية لا تضر بالبيئة على الإطلاق، وبالإضافة استخدام الطاقة الشمسية
في الإنارة واللي بتأكد انخفاض أسعارها، وإحنا كلنا لو بنشوف أزمة في انقطاع الكهرباء ده دليل إن الدولة اتخذت إجراءات سابقة بإنشاء محطات لتوليد الطاقة الشمسية، الطاقة الشمسية واستخدامها بقى في توليد الكهرباء ده أوفر وأكثر يعني هيتماشى مع متطلبات الاقتصاد الأخضر لأنها هتكون المدخلات والمخرجات نظيفة وغير مضرة في البيئة. طيب دكتور ريم، يعني من خلال كلام حضرتك المؤتمر فرصة لإلقاء الضوء على أهمية الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، وهتبقى فيه جلسات لقصص نجاح المستثمرين والمناقشة حوالين نجاح المستثمرين في مجال الاقتصاد الأخضر. حضرتك شايفة ده ازاي يا فندم دلوقتي واحنا يعني اتجاه زي ما حضرتك كنت بتقولي اتجاه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر؟ أكيد الحقيقة الدولة بتتجه في الاقتصاد الأخضر زي ما العالم كله بيتجه نحو الاقتصاد الأخضر، والحقيقة أن الملتقى ده هيضمن تحقيق المستهدفات الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة في السعي نحو متطلبات التنمية المستدامة بحماية الموارد الطبيعية والاستغلال الرشيد لها والتوسع في التكنولوجيا النظيفة والتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والاستفادة من الإمكانيات الطبيعية الهائلة اللي الحقيقة مصر بتترتب إمكانيات طبيعية هائلة، عندنا شمس يعني طاقة شمسية رهيبة، مش هنقول مش بقول بقى هتستغلها بس لا أوريدي مصر بدأت باستخدامها بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم منطقة بنيان بأسوان والتي تضم 31 محطة بتنتج 1550 ميجا وات بتكلفة حوالي 3.4 مليار دولار، إلى الجانب من الحكومة المصرية بدأت إنشاء 14 مدينة جديدة من المدن الجيل الرابع اللي بتعتمد بشكل كبير على الطاقة الجديدة والمتجددة على مساحة 450 ألف فدان، وده في إطار عمل الحكومة على تشجيع الانتقال للاقتصاد الأخضر في العديد من القطاعات ورفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، والحقيقة مصر بتسعى لتنفيذ خطط طموحة للربط الكهربائي مع دول المنطقة على النحو يجعل مصر مركز للطاقة المتجددة في المنطقة وفي الشرق الأوسط، وفضلا عن الجهود اللي بتسعى عليها الحكومة المصرية لرفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض انبعاثات الكربون وغاز الميثان. دكتورة ريم، عايز أسأل حضرتك مدى التزام الدول الصناعية الكبرى فكرة تقليل الانبعاث وعدم استخدام الوقود الأحفوري، هل بالفعل بدأت بعض الدول العظمى تقلل من ده خصوصا بعد توصيات مؤتمر باريس 2015، وشفنا بعد كده كاب 27 و28 وكانت أهم التوصيات يعني تقليل الانبعاثات، حضرتك شايفة ده بالفعل على أرض الواقع من الدول العظمى بدأت تقلل الانبعاث أو بدأت عدم استخدام الوقود الأحفوري؟ طبعا الدول الأوروبية بدأت بشكل كبير تبقى خضراء بنسبة أخذت خطوات سابقة وواعدة كبيرة ومصر بتلحق بيها، بدليل أن إحنا المادية زي مثلا صندوق المادي الدولي أو البنك الدولي أو أي مؤسسات دولية زي منظمة المناخ الدولية لما تيجي تبص على الدول زي مصر بتحاول تقدم أو توقع اتفاقيات معها لازم تأكد على زي ما الاتفاقية اللي وقعناها مع مصر مع الاتحاد الأوروبي امبارح أو أول امبارح، كل دي تأكد إن مصر لازم تكون الفلوس المستخدمة في التمويلات دي كلها خضراء ونظيفة وتتوافق مع صندوق المناخ الأخضر وآلياته. دول أوروبية بتلتزم وبشكل كبير قطعت خطوات ومصر ماشية على خريطة الطريق دي ذلك وخطعت خطوات، وهنشوف قريبا جدا ان بنسبة كبيرة يعني احنا بنقول دلوقتي حوالي 40% او 45% من المشروعات المصرية اللي بتدخل فيها الحكومة المصرية خضراء، لكن النسبة دي هتزيد بشكل كبير في السنوات القادمة في الخطة بتاعة 2035، وحتى مصر دخلت في مشروعات خضراء. لو هنتكلم بقى على الجانب الاقتصادي، مصر اصدرت سندات خضراء في سبتمبر 2020 ونجحت الفكرة بقيمة 750 مليون دولار، ونجحت الفكرة وهتقوم بها إصدارها يعني هتتخذها الحكومة المصرية مجددا في دعم الاقتصاد الأخضر. صحيح، احنا بنشكر حضرتك جدا دكتورة ريم عصام بدير مدرس الاقتصاد بكلية التجارة جامعة القاهرة، كنت معانا على الهاتف يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. أعزائي المشاهدين دلوقتي نطلع فاصل، بعد الفاصل خليكم معانا. We'll be right back.
مرت الأيام والسنين على الدولة المصرية وسط تطلعات جموع الشعب المصري لحياة أفضل. جت ثورة 25 يناير وكان هدفها التغيير للأحسن والحفاظ على كيان الدولة، بس كان في ناس متربصة واستغلوا ظروف الدولة وكانوا عايزين يوقعوها، وقدرت القوات المسلحة تمسك زمام الأمور وتحافظ على مصر من أي أخطار داخلية أو خارجية، وتولت القوات المسلحة مسؤولية الإشراف على البناء الديمقراطي لمصر الحديثة واللي كانت أولى خطواته البناء الدستوري والاستفتاء عليه وإجراء عملية انتخابية برلمانية شهد لها الجميع بالنزاهة والشفافية، ومن بعدهم إجراء انتخابات رئاسية تم تسليم السلطة فيها من المجلس العسكري لرئيس مدني تم استغلاله من قبل جماعته لشق وحدة الصف المصري، وابتدى خوف الشعب المصري من دخول البلاد لنفق مظلم ملوش نهاية. خلال عام من حكم الإخوان لمصر ساد الغضب العارم والرفض الشعبي لإخوانة الدولة وتهديد الشعب، وما كانش باستطاعة القوات المسلحة إنها تغض بصرها أو تصم أذنها عما يحدث في الدولة. تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيسا جديد. ولبت القوات المسلحة مطالب جماهير الشعب، وجت ثورة 30 يونيو لحماية الشعب المصري من الجماعة الإرهابية. بعدها تعمل انتخابات رئاسية تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية. بسم الله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة الرد. فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية بدأت الدولة المصرية العمل بخطى متسارعة في كل القطاعات والمجالات، وكان لازم نحقق حياة كريمة للمواطن المصري ونقضي على العشوائيات والمناطق الغير آمنة ونوفر له السكن الآمن. فأنشأنا 1,200,000 وحدة سكنية إسكان بديل العشوائيات، وبنينا العديد من المدن والتجمعات العمرانية الحضارية الجديدة في كل المحافظات قدرت تستوعب الملايين من كل فئات الشعب اللي بيحلموا بحياة أفضل ليهم ولولادهم. وكان من أهم المدن الذكية الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة، رمز ميلاد الجمهورية الجديدة، مدينة الإسماعيلية الجديدة، مدينة أسوان الجديدة، ساحرة الجنوب، مدينة المنصورة الجديدة، عروس الدلتا، بالإضافة للعديد من المدن الجديدة بصعيد مصر. وفي أرض سيناء أرض الفيروز بنينا الألاف من الوحدات السكنية في وسط وجنوب سيناء، بالإضافة لمدينة رفح الجديدة بشمال سيناء ومدينة سلام مصر والعديد من التجمعات التنموية بكل سيناء. وفي مجال الرعاية الاجتماعية والأول مرة يجد الألاف ممن يعيشون تحت خط الفقر من يحنوا عليهم بمشروع تكافل وكرامة، وإطلاق أكبر مشروع من نوعه في تاريخ مصر للنهوض بقرى الريف المصري، مشروع حياة كريمة واللي هيغير وجه الحياة في ريف مصر. وعلشان نربط كل المدن والتجمعات العمرانية ونحسن جودة الطرق نفذنا المشروع القومي للطرق، شبكة كبيرة من الطرق والكباري والمحاور النيلية بطول مصر وعرضها، شرايين أمل وحياة وصلت أطوالها إلى 7,000 كيلومتر. وعملنا نقلة حضارية غير مسبوقة في مجال النقل بالسكة الحديد وتطوير القطارات والمحطات، وكمان عملنا القطار الكهربائي الخفيف وجاري العمل في مشروع المونوريل اللي هيربط جميع أنحاء القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتطوير وتوسعة العديد من المواني اللي هتحول مصر إلى منطقة لوجستية عالمية. مصر دايماً مبهرة، لكنها في السنوات الأخيرة أصبحت أكثر إبهاراً بمشروعات سياحية قومية جذبت أنظار العالم، واتبانت مدن سياحية جديدة وضعت مصر على خريطة السياحة العالمية صيفاً وشتاءً، زي مدينة العالمين الجديدة در التاج البحر المتوسط، ومدينة الجلالة أجمل إطلالة على ساحل البحر الأحمر، واللي كان ليهم تأثير كبير في تنشيط حركة السياحة في مصر. بنبني ونستثمر بإنجازات تليق بتاريخنا، عدينا الصعب ومهما كان الحمل تقيل قادرين نخطي المستحيل، وهنخلي الخير يزيد
ونخلق لينا واقع جديد في كل شبر على أرض مصر. برحب بحضراتكم من جديد ولسه مكملين معاكم فقراتنا وبناخد مع بعض الخبر اللي بعده واستكمالا لاحتفالات 30 يونيو بمرور 11 سنة على الثورة بنجد أن مصر حققت تقدم ملحوظ في مستوى التنمية والمشروعات ومن أهم القطاعات اللي كان ليها تميز بشكل كبير قطاع الموارد المائية والري. وعشان خاطر نعرف تفاصيل أكتر حول هذا الخبر معانا عبر الهاتف المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري. صباح خير يا باشمهندس. صباح النور، ازي حضرتك؟ منورنا يا فندم. في صباح مين؟ اهلا بيك. اهلا بيك. يمكن احنا لو اتكلمنا على قطاع الموارد المائية والري ده احنا محتاجين سنوات، ولكن في وقت من الاوقات لو رجعنا 11 سنة كان في جرم بيتم، كان في تعدي على مجرى النيل، كان في تجريف للاراضي، كان في فقد للمياه، كان في الترع كانت بتستخدم استخدام سيء. حضرتك شايف على مدار 11 سنة ايه الطفرة اللي مصر حققتها في هذا المجال؟ هو الحقيقة ان انجازات كتيرة جدا، يعني يمكن محتاجة وقت طويل ان نتكلم على حجم المجهود الهائل اللي تم على شبكة ضخمة جدا. احنا هنا بنتكلم على حوالي 55 ألف كيلو متر من الترع والمصارف، الآلاف من المنشآت المائية، 47 ألف منشأ مائي، الآلاف من محطات الرفع المقامة على الترع والمصارف، شبكة يمكن من أعقد شبكات الري على مستوى العالم. يمكن مفيش دولة عندها هذه الشبكة الضخمة من الترع والمصارف والمنشآت ومحطات الرفع بهذا الشكل المعقد، وده يمكن بيدي يعني بيحتاج مجهود كبير جدا. صحيح. في صيانة ومتابعة هذه الشبكة، مجهود كبير الحقيقة على مدى السنوات الماضية لإحلال وصيانة كل هذه العناصر. ما ينفعش ان احنا نركز على احد هذه العناصر ونسيب العناصر الاخرى. يمكن في سنويا عمليات تطهير بتتم ل 55 ألف كيلو من الترع والمصارف، هم 33 ألف ترع و 22 ألف مصارف. عمليات تطهير سنوية بتتم ليها، ممكن الترعة أو المصرف يطهر مرتين كمان في السنة. يعني هم أكتر كمان من 55 ألف كيلو الأطوال بتاعة التطهيرات. بعض المجاري المائية ممكن بتحتاج مرتين في السنة، وبالذات في حالة المصارف الزراعية، فمجهود ضخم جدا في أعمال تطهير هذه الترع. التطهيرات دي مهمة جدا لأن هي بتضمن أن المجرى المائي بيقدر يمرر الكميات وتصرفات المية اللي بتمر فيه. سواء بتكلم هنا على ترعة، أنا محتاج أضمن أنه كمية المية اللي مر في الترعة تقدر تعدي منها بالكمية المطلوبة، علشان دي المية اللي أهالينا المزارعين بياخدوها ويزرعوا بيها. صحيح. فلازم الترعة تكون مطهرة، ومش بس الزراعة، علشان لو في محطات شرب أو خلافه من الاستخدامات. على الجانب الآخر، المصارف الزراعية لازم تكون مطهرة تماما، لأن هي بتستقبل مياه الصرف الزراعي من الأراضي الزراعية، وبالتالي لو لا قدر الله في انسداد في المجرى بسبب حشائش أو مخلفات أو خلاف، مياه الصرف الزراعي تبتدي تتجمع في المصرف وتبتدي تزيد وتعلى، ولا قدر الله تعمل غرق في الأراضي الزراعية أو القرى المجاورة للمصر. فبالتالي عملية التطهيرات دي مهمة جدا، والوزارة بتقوم بيها سنويا علشان نضمن أن المية اللي تعدي في الترع أو في المصارف تمر بدون أي عوائق، فبالتالي نقدر نستوفي الاحتياجات المائية كري أو شرب أو غيره في حالة الترع، وفي نفس الوقت نضمن المناسيب الآمنة في المصارف الزراعية لما تعملش لا قدر الله غرق أو أي مشاكل في الأراضي أو القرى المحيطة بهذه المصارف الزراعية. تحياتي لحضرتك يا باشمهندس. ولو رحنا للتعاون الثنائي بين مصر والدول حوض النيل والمشروعات التنمية أو الموارد المائية اللي بتدعم القارة الأفريقية في إطار السياسة الخارجية لمصر، يعني المشروعات اللي أقيمت في دول حوض النيل زي جنوب السودان وأوغندا وغيرها من الدول، يا فندم حضرتك شفت ده إزاي؟
مشروعات كتيرة الحقيقة، وإحنا حريصين كدولة مصرية على التعاون القوي مع أشقائنا في القارة الأفريقية عموما وفي دول حوض النيل تحديدا. مشروعات كتيرة الهدف منها خدمة المواطنين في دول حوض النيل وفي الدول الأفريقية. بيتم اختيار هذه المشروعات طبقا لاحتياجات السكان واحتياجات المواطنين. مشروعات زي الأبار المياه الجوفية اللي بتعمل بالطاقة الشمسية لتوفير مياه الشرب للمواطنين وللثروة الحيوانية أمر مهم جدا، إن في العديد من المناطق النائية في الدول الأفريقية وفي دول حوض النيل اللي بيكون فيها الأهالي مش مصدر مية، ممكن بيضطروا عشان يوفروا احتياجاتهم بس من مياه الشرب إن هم يمشوا كل يوم بالكيلومترات لأماكن بعيدة، يروحوا لمجرى مائي أو بحيرة بعيدة عن القرية بتاعتهم بكيلومترات علشان يملوا جراكن مية أو غيرها علشان يرجعوا بيها تاني كيلومترات كل يوم. يعني نقدر نتخيل حجم المعاناة والمجهود الكبير اللي بيبذلوه عشان بس يوفروا مية شرب لاستخداماتهم اليومية. الدولة المصرية بتقدمت منح وحفرت بالفعل آبار جوفية في هذه المناطق بحيث ان يبقى المية موجودة في وسط القرية يقدر الاهالي ان هم يستخدموها بشكل مباشر. وكمان تم استخدام الواح الطاقة الشمسية لتشغيل هذه الابار ورفع المية فيها، لانه في هذه المناطق ممكن ما يكونش فيه اصلا تغذية كهربائية موجودة. صحيح. بالتالي وجود الواح الطاقة الشمسية بيضمن ان هذا البير بيشتغل على طول وبيقدر ان هو يوفر امتداد مياه الشرب. باشمهندس انجازات 11 سنة لا يمكن ان نختزلها في دقائق معدودة، طبعا الحديث عن انجازات فيما يخص هذا الملف محتاج لوقت طويل جدا، لكن مزيد من النجاح والتقدم. وطبعا ده فضل برضو توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بنشكر حضرتك جدا المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية. أهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، بخصوص حالة الطقس وحالة الجو دلوقتي. ومايكل طبعا كل ما بيطلع بيقول ان حالة الجو اتمنى ان هي تكون اتحسنت، بس للأسف الجو بيزداد سوء، ولا انت ايه رأيك؟ انا بعتذر لكل حد يعني بيحب الشتاء، انا انضميت ليك وخلاص. الجو كل شوية بيزداد سوءا، ويعني مش عارف بصراحة كل كمان الوقت ما بيزيد والسنة دي صعبة، يا ترى السنة بعدها تكون اصعب. حالة الجو صعبة جدا بصراحة. احنا لتفاصيل اكتر عن حالة الطقس والاجواء اللي احنا بقينا فيها دلوقتي، يا ترى هتزيد سخونة الجو، هنقل ايه الايام الجاية، هتكون في ايه؟ هيكون معانا على الهاتف دكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي بالهيئة العامة للارصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح
صباح الخير على حضراتكم وعلى كل الساده المشاهدين. اهلا صباح الخير يا دكتور، دايما منورنا في صباح مي. ربنا يبارك في حضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني عايزين نطمن على نفسنا ونشوف ايه اللي هيحصل لنا الايام الجايه يا فندم. احنا طبعا اعلنا منذ الامس الى ارتفاعات طفيفه وتدريجيه في درجات الحراره بعد انخفاض درجات الحراره على مدار السبت والاحد. يمكن كلنا لاحظنا من منذ الامس درجات حراره وصلت ما بين 36 ل 37 على القاهره بيتم قياسها في الظل، مع نسب رطوبه مرتفعه جدا نتيجه سيطره منخفض الهند الموسمي. شعورنا بدرجات الحراره دي اعلى من كده، وشعورنا بها وكانها 38 او يمكن كمان 39 درجه مئويه. وزي ما اشرنا هو ارتفاعات تدريجيه، يعني النهارده هتكون درجات الحراره اعلى من الامس بمعدل درجه تقريبا، وهكذا حتى نصل لذروه الارتفاعات على نهايه الاسبوع. هتكون معها العظمى على القاهره في حدود ال 38 ربما 39 بالنسبه للقاهره الكبرى. بالفعل ارتفاعات كبيره في درجات الحراره مع نسب رطوبه مرتفعه وهدوء في سرعات الرياح واجواء مشمسه تماما. كل ده هيشعرنا اكثر بمزيد من ارتفاع في درجات الحراره، وهيخلينا نحس بال 38 المتوقع تسجيلها على نهايه الاسبوع وكانها 40 او اكثر من 40 درجه مئويه بالنسبه للقاهره الكبرى. طبعا على نهايه الاسبوع كمان جنوب الصعيد هيبدا يسجل 45 درجه. بالفعل ارتفاعات كبيره عن المعدلات الطبيعيه، ولكن مع بدايه الاسبوع ان شاء الله متوقع عوده مره اخرى لل 36 و35 بالنسبه للقاهره الكبرى. هتظل معاها الاجواء شديده الحراره، لكن طبعا هتكون افضل حالا من اللي هنشهده خلال هذا الاسبوع. دكتور خليني اسال حضرتك، انا ملاحظ دلوقتي ان يعني بمعدل كل 5-6 ايام كده بيبقى في موجه جديده، يعني كمان درجات الحراره اتغيرت. انا حاسس كمان ان السنه دي مختلفه عن السنه اللي قبلها، يعني الحر والرطوبه عاليين جدا. فعلا ارتفاع نسب الرطوبه في ده امر معتاد خلال التوقيت ده من العام، لكن يمكن الغريب هذا العام هو تكرار ارتفاع درجات الحراره عن معدلاتها الطبيعيه بصوره كبيره. يمكن في السنوات اللي فاتت في المعتاد درجات الحراره خلال فصل الصيف بتكون ما بين 33 ل 35 ونسب رطوبه مرتفعه بنشعر بها كانها 36 او 37، وبعد كده من فتره للتانيه بيحصل ارتفاع في درجات الحراره لمده يوم او اثنين بتصل فيها ربما اكثر من 37 او 38 وتعود مره اخرى لمعدلاتها. لكن هذا العام هو تلاحم هذه الارتفاعات ورا بعضها، بقى اغلب ايام الاسبوع درجات حراره اعلى من المعدلات الطبيعيه، ولما بتنخفض بتعود ل 36 اللي هو برضه يعتبر اعلى من المعدلات الطبيعيه، وده بالفعل بيتوافق حتى الان مع التوقعات الموسميه لهيئه الارصاد الجويه اللي اعلنت منذ قبل بدء الصيف ان عدد الايام اللي هتكون فيها درجات حراره اعلى من المعدل هذا العام هتكون بالفعل زايده شويه. وده اللي لاقيينه ان حتى الان عدد الايام طويله، يمكن شهر 6 اللي فات من خلال تقييمنا ليه كانت طوال الشهر يا اما درجات حراره اعلى من المعدل يا اما ايام قليله جدا كانت في اواخر المعدلات الطبيعيه، وبالتالي كان متوسط درجه الحراره الشهر اللي فات اعلى من المعدلات تقريبا 3 ل 4 درجات، وده يعتبر فرق كبير طبعا. صحيح. احنا بنشكر حضرتك جدا دكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه، كنت معانا على الهاتف يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. طبعا احنا بنقول لكل الناس، طبعا اي حد بيكون متواجد في الشارع نرجع بقى لثقافه زمان، بقى يكون حد معاه شمسيه، نلبس كاب، وطبعا اهم حاجه ان الواحد يكون معاه ازازه ميه في ايده، وربنا يكون في عون الناس اللي بتقف تشتغل في الشمس، ربنا يعينهم. واي حد يقدر يساعد اي حد في الشارع واقف بيشتغل، ممكن حتى ابتسامه، ممكن حتى كوبايه ميه، كلنا كده نكون سبب ان احنا نخفف عن بعض. بخبر الارصاد ده كان اخر خبر معانا في فقره الاخبار، هنطلع فاصل وبعد الفاصل فقره الصحافه اللي بنحلل فيها ابرز المنشطات في الصحف المحليه والعالميه. سعدنا وشرفنا يكون موجود معانا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الاستاذ ايمن عدلي رئيس لجنه التدريب والتثقيف بنقابه الاعلاميين. نطلع فاصل وبعد الفاصل خليكم معانا.